يعني هذا اليوم مناسبة حلوة يعني للأطفال، حق الليلة حق الأطفال. يعني هاي عاداتنا من سنين، احنا كنا صغار نشوف حق الليلة ونجمع حق الله، نفرح في المكسرات والحلويات. وحين ياس نعلم عيالنا، طبعا انت مثل ما تشوفين ما شاء الله الناس مرتبشين ويتمشون ويجمعون حق الليلة، يعني مبسوطين، يعني الأطفال مبسوطين في مات راس الخيمة. هلا. العادة هذه كلها على مستوى الدولة، مش في راس الخيمة بس، قد يكون في راس الخيمة أكثر، لأن راس الخيمة بعد يعني الإمارات الثانية هناك طغت عليها المدنية وما شابه ذلك. يمكن قد تكون هذه العادة أو هذه الطقوس نوعا ما قلت بين الناس يعني، لكن في راس الخيمة لا زالت يعني موجودة بكثرة، لا زالت الأحياء الشعبية، الأمور هاي موجودة، التواصل الاجتماعي. طبعا هذا كله انعكس على العادة هذه، انها لا زالت محافظة على رونقها وعلى شكلها الطبيعي يعني.